أصيلة عشاق سباقات الهجنة العربية الأصيلة، أهلا ومرحبا بكم، نحييكم في هذا الصباح بأجمل وبأطيب تحية. الترحيبنا مشاهدينا الكرام بكل المشاركين وبكل المنطلقين معنا في هذا اليوم، والشوط الأول ينطلق مشاهدينا الكرام تحدي صباح هذا اليوم مع الانطلاقة الأولى والشوط الأول الرئيسي للقاية البكار ضمن أشواطنا العامة لمسافة 5 كيلومترات. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلقت إذن مشاهدينا الكرام الشعارات والأسماء التي تبحث في هذا الميدان، تبحث عن كل ما هو مميز، ولعل من أبرز ما يكون على جدول أعمالها هو الحصول على نقطة هذا الشوط الأول الرئيسي. وما أدراك ما الشوط الأول، يا سلام. إذن هي البداية، هي البداية القوية، هي الأشواط الرئيسية. ننطلق مشاهدينا الكرام لنتابع تفاصيل هذا الشوط، لنتابع جزئيات المنافسة، ولكل حادث حديث سنتابع مشاهدينا الكرام هذا الحدث ليكون الحديث مع هذه الأسماء، هذه الأسماء النخبوية التي تنطلق دائما بحثا في الأشواط الرئيسية عن كل ما هو مميز وعن كل ما هو مميز على لائحة الترتيب. ننطلق إذن مشاهدينا الكرام الآن مع لائحة الصدارة، مع لائحة ترتيب الخمسة المراكز الأولى، والبداية تأتينا مع حكمة هي من تحتل المركز الأول. علي بن محمد بن حشيفان الشهواني هو من يحتل المركز الأول وينطلق في هذه اللحظات. المركز الثاني الحذرة تحتل المركز الثاني، وما شاء الله على علي بن حمد بن مقارح المري المنطلق والمندفع، شعاره في ثاني المراكز. الله، حكمة والحذرة، والحذرة تتسلل وتخطف الآن المركز الأول. وما شاء الله، بنقول ما شاء الله على كل هذه الأسماء المندفعة والمتواجدة في الشوط الأول الرئيسي. إذن الحذرة تختطف ناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظات، وتنطلق مشاهدينا الكرام باحثة عن الناموس، والكل هنا يبحث عن الناموس. إذن علي بن حمد بن مقارح المري ينطلق مع الحذرة في المركز الأول، حكمة في المركز الثاني للسيد علي بن محمد بن حشيفان الشهواني، وثالثا أتابع. يا سلام، شعار هنا يأتينا مع هدف، شعار غانم بن منصور السيف الخيارين يتواجد مع هدف، ولعل من أهداف هذا الشعار المشاركة والمنافسة في الأشواط الرئيسية. يا سلام، يا هدف المركز الرابع. الله، وصل، وصل أيضا شعار من شعارات الكبار، وهنا يتواجد بن حلفان. عنا الآن تنضم مشاهدينا الكرام إلى رباعية الصدارة، عنا للسيد علي بن سعيد بن حلفان المري الذي دائما يعلن عن تواجده وحضوره في الأشواط القمة. المركز الخامس، يا سلام، نتابع الآن العملة تحتل المركز الخامس قادمة بجديد، حمد بن محمد بن جهويل المري بن جهويل إذن ينطلق مع العملة النادرة في خامس المراكز. هذه إذن النتيجة للخمس المراكز الأولى، وأعود إلى التغيير. هدف الآن غيرت مشاهدينا الكرام، أصابت الهدف في هذه اللحظات، انطلقت هدف في المركز الأول مع انتصاف المسافة اليوم 5 كيلومترات، وهدف تقود المسيرة وتحتل المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي. الله، هدف إذن للسيد غانم بن منصور السيف الخيارين، هو من يحتل المركز الأول وهو من يتحكم بمسار ومسيرة هذا الشوط. المركز الثاني، الله يا بن مقارح، الله يا علي يا بن حمد يا بن مقارح المري منطلق ومتواجد مع الحذرة في المركز الثاني. إذا هدف على المركز الأول، الحذرة على المركز الثاني، هنا الثنائية على المقدمة، ولكن الله بن حلفان يصل مع عنا، عنا في المركز الثالث. شبعنا من عناهم وارتوينا يا بن حلفان، كما قال الفيحاني الشاعر القطري
الجاري المرحوم الله عنا، انطلقت الان مع علي بن سعيد بن حلفان المري. يا سلام يا سلام يا سلام، تسللت عنا وانطلقت في ثاني المراكز. المركز الرابع الان العملة، قادمة العملة مع حمد بن محمد بن جهويل. الله يا بن جهويل، الشوط الأول الرئيسي والمركز الخامس، وتابع هنا ذباحة وصلت في المركز الخامس للسيد جابر المري. وصل الان، وصل جابر المري مع ذباحة في المركز الخامس. اشوف بان هناك من هو قادم، هناك من هو قادم بجديده ايضا، هناك من ينضم الى خماسية المقدمة، الى خماسية الفايف ستار. صالح بن حمد بن هاملة المري ينطلق مع العنود الان. الله يا بن هاملة، وصل، وصل بن هاملة مع المركز الخامس ومع العنود، ولكن هدف حتى الان، مصيبة للهدف. مشاهدين الكرام، وغانم بن منصور السيف الخيارين ينطلق مع هدف في الشوط الأول الرئيسي في المركز الأول في مركز النخبة في هذا الشوط النخبوي على المركز الأول على المركز النخبوي. غانم بن منصور الخيارين والعنود على المركز الثاني. اتسللت العنود، قادمة العنود وقادم صالح بن حمد بن هاملة المري. الكيل الخطير، كيلو كيلو منطقة العمليات، كيلو ما بعد كيلو. الآن المركز الأول هدف، المركز الثاني العنود. الله يا بن هاملة، الله يا بن هاملة، وصلت العنود الآن. الشوط الأول الرئيسي، التحدي، الله، تسللت الآن وانطلقت العنود في الشوط الأول الرئيسي، الشوط الحساس، الشوط الصعب، الشوط القوي، الشوط المتميز. الله، الهاملة بن هاملة، إذا بن هاملة مع العنود، بالعنود مع بن هاملة. يا سلام يا سلام، انطلقت العنود. مشاهدينا الكرام، دفع تلقائي، دفع ذاتي، دفع من صميم ذاتها. الله يا بن هاملة، الله يا العنود، هدف على المركز الثاني، تحاول هدف. وغانم بن منصور السيف الخيارين يحاول مع هدف، يحاول انتزاع ناموس الشوط الأول، ولكن هناك العنود، هناك بن هاملة. الله يا العنود، الله يا سلام، يا سلام يا سلام، مشكور يا بن هاملة، مشكور، مشكور يا بن هاملة، مشكور، ثانك يو، ثانك يو بن هاملة، ثانك يو بن هاملة، متميز بن هاملة، متميزة العنود، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، انطلاق ولا أروع، انطلاق ولا أروع، انسيابية في الحركة، انسيابية في الأداء. تهانينا أيضا، تهانينا لصالح بن حمد بن هاملة على تقديمه لنا للعنود التي سيطرت وأبدعت وتألقت. مشكور بن هاملة، الله الله الله. إذا العنود مشاهدينا الكرام، علامة الامتياز، علامة الجودة مع العنود ومع بن هاملة في الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني كان من نصيب هدف لغانم بن منصور السيف الخيارين. المركز الثالث جاءت فيه ذباحة لجابر المري. المركز الرابع كان من نصيب حسين للسيد محمد بن غانم سيف النعيمي. والمركز الخامس كان من نصيب العملة للسيد حمد بن محمد بن جهويل. إذا مشاهدينا الكرام، محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، رياضة سباقات الهجن، هكذا حبلنا الكريم العنود حاكت الواقع بكل ما هو مميز، وقدمت لنا حضورها في هذا الصباح، فكان النجاح لهذا الكفاح الصباحي. تهانينا أيضا لصالح بن حمد بن هاملة المري على هذا الحضور المشرف للعنود، وعلى هذا الفوز الكبير الذي تحقق تحت خف العنود التي أثبتت على أنها مميزة، وأثبتت على أنها من فئة الكبار. مخزون احتياطي كبير يجب أن نقف عنده، لأنها متميزة ولأنها تمتلك مذخورا احتياطيا كبيرا. التوقيت الزمني 7:53 17 جزء من الثانية، 7:53 و17 جزءا من الثانية. تهانينا لصالح بن حمد بن هاملة المري على هذا الفوز وعلى هذا التميز. المركز الثاني جاءت فيه هدف للسيد
غانم بن منصور الخياريين قطعت المسافة في 7 دقائق 58 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لغانم بن منصور آل سيف الخياريين. المركز الثالث مشاهدينا الكرام فكان من نصيب ذباحة للسيد جابر المري وقطعت المسافة في 8 دقائق 4 ثواني بالوفاء والتمام. هكذا إذا مشاهدينا